وطبعاً النهاردة أنا بقول لبلبة فرحتها كبيرة جداً، فرحتها بمهرجان الجونة اللي هي بتحبه، ما فيش دورة ما بتجيش تحضر الجونة، وهي طبعا من عشاق السينما. فلبلبة معروف عنها انها بتقوم بدري وبيبقى معاها كده كشكول صغير ومعاها قلم وتدخل تشوف الافلام وتكتب تفاصيل معينة. انا شفت ده وهي بتعمله في كان، وعارفة انها تعمل ده كمان في المهرجان لان في افلام مهمة زي كان. الفرحة التانية لبلبة بقى الفنانة اللي بيتكرم الإمبراطور الفارس، اللي عملوا مع بعض أجمل فيلم جنة الشياطين اللي هيتعرض كمان بعد بكرة وفي ندوة ليه. وأنا بشوف كان لبلبة ومحمود حميدة ثنائي جميل جدا جدا جدا، وهي النهاردة فرحتها كبيرة بتكريم الإمبراطور محمود حميدة. سعيدة بوجودك. الأول نتكلم عن الأناقة دي. الفستان ده عامله رفيق زكي الديزاينر، انا ما اتحشرتش في اي حاجه، هو اللي اختار اللون واختار الموديل، وانا مبسوطه ان اول مره بلبس الديزاينر الاستاذ رفيق زكي. يعني اللون جديد عليكي، وان هو اللون ده موضه وحلو، بعيدا عن دايما انت بتحبي الاسود. أنا بميل أكتر للأسود لأنه الأسود دايما شيك وفي أي وقت، بس أنا أول مرة ألبس اللون ده، والشغل آخر موضة دلوقتي الورد البارز، والفستان كله ورد بارز، فيعني في شغل جامد. محمود حميدة الإمبراطور الفارس الأستاذ قلب الطفل اللي احنا كلنا بنعرفه، بعيدا عن الصوره اللي بيصدرها للناس ان هو شديد وقوي، ولكن هو طفل صغير في كواليسه. طيب القلب، وبعدين الشغل معاه متعه لان بيفهم في الاخراج، بيفهم في السيناريو، بيفهم في التصوير، بيفهم ازاي ينقي السيناريو اللي يبقى ضامن، يبقى فيه كلهم بيبدعوا. عملت معاه أحلى أفلامي الحمد لله، أكتر من 4 أفلام، والكل الأفلام نجحت، واشتغلنا مع الأستاذ يوسف شاهين اسكندرية نيويورك برضو. جنة الشياطين هنشوف، وشوفي بعد كام سنة. قولي لي حاجة في كواليس جنة الشياطين مع محمود حميدة ما حدش يعرفه. أنا ما شفتش ممثل عشان طلع ميت في الفيلم شال سنانه من قدام، شالها كلها عشان يحط السنة الذهب، وعلشان يبقى مقنع ان هو ميت فعلا. فطبعا اللي بيحصل ده قليل جدا من الممثلين يعملوه، لان السنه دي لما بتتشال سنتين والقدامانيين خلاص ما عندوش سنان، يعني لازم يركب سنتين تانيين. فطبعا شيء يعني الحقيقه صعب قوي ان اي ممثل يستغنى عن سنانه الاماميه طبعا. وهو ده العاشق للفن، وانت برضو من الناس يا لبلبة اللي ممكن تعملي حاجات كتير علشان الفن. يعني أيوة. انتوا الجيل بتاعكم ممكن يحلقوا شعرهم، ممكن يشيلوا سنانهم، ممكن يعملوا اي حاجه، المهم الدور يطلع أنا حلو. انا اخر فيلم اللي اسمه الشنب انا طالعه لاول مره من غير مكياج خالص. خالص. يعني حتى المخرجة قالت لي، آيتن أمين قالت لي أنت عايزة الناس تصدقك لأن أخونا بيموت في أول ولا لون الفيلم. تحلبي ولا أي حاجة؟ لا والله ولا أي حاجة. بعد ما اشتغلت يومين كده لقيت المصور بيقول لي شوية بودرة على مناخيرك لأن مناخيرك بتلمع. بس لكن ولا رموش، وكنت مرتاحة قوي، ما كانش في مكياج معايا. يعني طبعا ده زمن الفن الجميل اللي احنا بنعيش معاه اجمل افلام. هسيبك تنطلقي وتعيشي بقى اجواء المهرجان وريد كاربت عشان مش عايزه اخرك على الناس، وهشوفك في ندوه جنه الشياطين مع استاذ محمود حميده، والندوه برضو بتاعت الاستاذ محمود حميده بكره باذن الله. بشكرك جدا. تعلقي يا نونيا.